من العادات والتقاليد اللي يمارسوهم في راس العام العربي هي نطيب المكتوب بالراس. علاش شنو هي الدلاله نتاعو المكتوب بالراس في راس العام العربي؟ راس العام العربي الدلاله نتاعو على خاطر احنا باش نسدوا راس العام القديم ونحلوا بعام جديد ونطيب ونخليوا العظام تحت الميزاب وغدو حيسبيها نمدوها ونطيبوها ونكلوها مع القهوه وناكلوها. شنو الدلاله نتاعو العظام تحت الميزاب؟ باش هكا نية عقدانية هو الإنسان وكل شيء، ما باش يقولوا باش عام خير وعام إن شاء الله أخضر وبالملوخية ومطر تصب لنا وإن شاء الله العام يطلع خير. يستبختوا بهم معنا. إي ديك العوايد نتاع الصفاقسية. نقولوا نخليوا العظام تحت الميزاب، شنو هي الرمزيه وشنو هي الدلاله نتاع معناها شنو هي الدلاله نتاعهم؟ الرمزيه هذيك على خاطر تنزل عليه الندوه، وكون يجي ندوه راس العام ندوه العام الداخل وباش تتناول بارده بهكا الطقس نتاع راس العام. من الفخار الزمني وباش قلنا عن الملوخية الزمنية كيفاش؟ هكا هي سخنوا الزيت دوبلاش مش تسخنوا ياسر وتصب الملوخية وتحرك وتصب الماء وتحرك وتصب الماء وتحرك حتى تمرقها تمرقها بعد ترمي اللحم من فوح ترمي فيها تخليها تغلي تاخذ غلوة حتى مثلا قرب يتقرص اللحم وانت نقص للنار شوية خليها سلسل حتى تقف على دينا. اللفاح نتاع الحم كيفاش يكون؟ أو نفوحوا الحم قبل يقعد مدة هو مفوح. أيوا مفوح يقعد في بلايط ومفوح تقطع فوق منه راية صبصال وسنينات فوق وفلفل الأكحل وفلفل الأحمر وتابلوا كروية في بالك هو في حنا هيك وعمل لك ورق وترنت يغليوا مع الحم باش يقعد فيها تاكل بالشفاء. احنا طبعا مرقنا الملوخية ورمينا الحم ورمينا هيك الرند وغطيناها وكهو استناوها حتى طيب. قداش تطيب الملوخية؟ قداش تقعد تطيب الملوخية؟ طيب فلاسة انت وما تحب نقص النار وتبدا سلسل تبداش نار خفر هيك تخليها تغلي اما بعد نقصوا للنار تبدا سلسل يتصفى دهانها وتوقف على عيبها فهمت شيء؟ على زيتها نقولوا ايوا توقف على ريحتها. الملوخيه شنو هي رمزيتها؟ شنو الدلاله نتاعها؟ علاش يطيبوها اللي تراه؟ هي عاده زمنيه عاده زمنيه ما قطعناش عادتنا ان شاء الله بالكل ديما كل عام ان شاء الله يطلع العام اخضر يطلع ان شاء الله مبروك نكمل لك على الاخرى. علاش كان قبل يطيبوها الكانون الملوخيه؟ نطيبوها على الكانون طول النهار وهي تشكشك. نبداو من بكري حتى عاد فحم وقت تعرف الكيك نطيبوا على الصحن حتى في عقلها حتى تهبى وتطيب في عقلها وبنتها تقعد وحدها مش كيما تطيب على الغاز؟ لا 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 والله شيء هكا حتى بردتك نطيبوه كذلك. معناها الملوخيه اللي تراس العام يستبختوا بها نتصلوا بها وان شاء الله طلع العام مبروك بركة الليله وهي المغارب على الناس الكل عليكم الكل وحنا كان على حقنا واللي في لمي. شنو تحب تقول بالنسبة لراس العام؟ ان شاء الله مبروك على الملك يحييكم وينجيكم وان شاء الله مبروك على العالم نجمع.